أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، وكل عام أنتم بخير. اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، اليوم هو يوم التروية. يذهب الحاج في هذا اليوم إلى منى للمبيت فيها، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع من ذي الحجة. يقصر الرباعية من غير جمع. ولقد سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الخليل إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل في تلك الليلة، وأصبح يروي ويقول: أهو أمر من الله تعالى أم حلم؟ وقيل أيضا أن سبب تسميته بهذا الاسم هو لأن حجاج بيت الله كانوا يرتوون فيه من الماء ويعدونه ليوم عرفات، وقيل لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى، حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى آخر أيام الحج. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام أنتم بخير. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، وكل عام أنتم بخير. رسالة إلى المسلمين في العالم قبل يوم عرفات. أخي المسلم، أختي المسلمة، الكثير من أبناء المسلمين وبناتهم اليوم يغفلوا عن صيام يوم عرفة، إما تهاونا وإما كسلا وإما نسيانا. وها أنا أوجه لكم هذه الرسالة المختصرة، أقول لكم: استعدوا لصيام يوم عرفات من الآن، وأعزموا النية، فوالله لا يفوت فضل هذا اليوم إلا إنسان محروم، ونعوذ بالله من الحرمان. هذا اليوم هو من أعظم أيام الله، ففيه تغفر الذنوب والخطايا وتستجاب الدعوات، ويباهي الله أهل السماء بعباده، كما أنه يوم العتق من النار. فيوم عرفة من أعظم الأيام وأجلها، حيث يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. ولا ينبغي لمسلم عاقل مدرك لفضل هذا اليوم ألا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا الفضل العظيم لا يتخلى عنه إلا محروم، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. كلنا ذنوب ومعاصي، أفلا ندرك فضل هذا اليوم وبركته؟ عسى الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه، والذين غفرت ذنوبهم في السنة الماضية، وأن يكفر به ذنوب السنة القادمة. وبالنسبة للأخوات الكريمات، فهناك من لا تتمكن من صيام هذا اليوم بسبب ما كتبه الله على النساء من الحيض، ما هو ما يسمى بالدورة الشهرية،
فأبشرك أختي المسلمة أن الله يكتب لك أجر ما نويتيه وما كنت سوف تعمليه أو تعملينه في هذا اليوم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأنت مثل من صام يوم عرفات، ولك ثواب الحديث من تكفير السيئات لسنتين السابقة واللاحقة. وكذلك الرجل المريض والكبير في السن ومن هم أمثالهم من أهل الأعذار، تكفيكم نية العمل الصالح بإذن الله تعالى ومشيئته. انشروا هذه الرسالة، عسى الله أن ينفع بها الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكم الأجر بإذن الله تعالى. دمتم في حفظ الله ورعايته وطاعته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه، والله يحفظكم ويرعاكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. هناك خلاف معتبر في مسألة قص المضحي للأظافر والشعر. أقول وبالله التوفيق، مع دخول عشر ذي الحجة يبدأ علماء المسلمين والدعاة وخطباء المساجد بتحذير من أراد أن يضحي بأن لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، ودليلهم في هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه لا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لكن الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف كبير ومعتبر لا يمكن تجاهله، والكثير من المشايخ والدعاة ينفردون بالرأي الواحد، علما بأن المخالف له دليله القوي. ليست في هذه المسألة فقط، فهناك أحكام فقهية كثيرة حجروا فيها على الرأي الواحد. وفي هذا الموضوع الذي أحدثكم فيه اليوم أقول إن النهي قد ورد من طريق أم سلمة رضي الله عنها وحدها، ولم يروه أحد من الصحابة غيرها. ولقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث، مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق من أحرموا بالحج، وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة، حيث قالت: ولقد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع من شيء كان مباحا، أي لا من الطيب ولا من النساء ولا غير ذلك من شعره وأظفاره. ولقد مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين وهو يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم يثبت عنهم هذا النهي. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت هي أعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف من أم سلمة رضي الله عنها بحديثه. ولو كان هناك نهي للمضحي عن أخذ الشعر وتقليم الأظافر لما خفي عليها أبدا. ومن لوازم هذا النهي أن يشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولم نعلم أن أحدا قال به ما عدا انفراد أم سلمة رضي الله عنها بحديثه. ولا يمكن أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وتقليم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب، وقول عائشة رضي الله عنها هو الأصح والأرجح. ولقد بينت أن السبب المقتضي للنهي
كونه من محظورات الإحرام، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح. أيضا لقد كان القول الذائع والمنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا حلق الشعر وقص الأظافر من الفطرة كما ورد في حديث خمس من الفطرة، فكيف لمن يستقبل عيد الأضحى بأظفار طويلة وشعر غير مهذب، والعيد فيه الفرح ولبس الجديد، فمن إظهار الفرح والسرور في العيد الحرص على الاغتسال والتطيب والتزين ولبس الجديد. إذن الصحيح الذي يجب أن يقال هو أن الأمر فيه سعة، فمن أراد أن يمسك فله دليله، ومن أراد الإباحة فله دليله، وهذا والله على ما أقول شهيد ما أعمل به شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، لأن مجيء حديث عائشة رضي الله عنها يعتبر أحسن مجيئا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأنه جاء مجيئا متواترا، وحديث أم سلمة رضي الله عنها لم يجئ كذلك، وقول عائشة رضي الله عنها هو المعقول المطابق للحكمة. والقول بجواز الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن شاء أن يضحي لا جرم أنه كان الأكثر انتشارا وذيوعا لدى فقهاء التابعين، وعليه كانت الفتية في مدرستي المدينة والكوفة، بل يمكن القول إن هذا هو ما كانت عليه الفتية من قبل فقهاء الأمصار بعامة، ولأنه قد ثبت الإجماع على جواز الأخذ من الشعر للمعتمر أو المتمتع لإحلاله في العشر، أيضا ولأن الأصل العام هو الإباحة إلا بدليل صحيح صريح ينقله عن البراءة الأصلية وهي الإباحة، أيضا ولأن الأضحية مستحبة عند الجمهور وهو الراجح، فكيف يحرم على المضحي حلق شعره وتقليم أظافره؟ وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة بجواز أخذ الشعر وتقليم الظفر للمضحي بلا كراهة، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية، وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلى أنه حرام، اعتمادا منه على حديث أم سلمة رضي الله عنها. فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وإياكم والتحجير ما لم يكن هناك دليل قاطع مجمع عليه يقتضي التحريم. وفي الحديث قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواذج، والله أعلم وأحكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.